فتح تعاون مع تعاون مع الفتح تعاون مع احد. كابتن خميس الزهراني كيف كان المباراه؟ التعاون حقيقه يعني اليوم قدم رساله مهمه جدا في كيف تستطيع انك تحقق نتائج مرضيه، تستطيع انك تصنع فريق قوي، وايضا تستطيع تحاكي كره القدم الرائعه جدا. تحكي حقيقه نقلت اليوم صوره لي انا تحديدا، المزاجيه الرائعه جدا اللي يعيشها اللاعبين، الانسجام، اللياقه، كل المقومات، الحلول الفرديه، كل مقومات النجاح والفوز. بالتالي التعاون استحق الفوز عن جداره، انضباط تكتيكي مميز، روح جميله بين اللاعبين، اداء عالي. هذا لا يعني انه الخساره من نادي احد كان سيء، نادي احد اليوم حقيقه واجه فريق منظم، تصادم حقيقه مع الروح الجميله في نادي التعاون والمستوى الجميل، وايضا الحلول الفرديه. عبد المجيد الصواط اليوم حقيقه قدم لمحات مهمه، اثبت انه ممكن الحلول الفرديه تصنع الفارق في كره القدم، وبالاضافه الى حقيقه الروح الجماعيه اللي موجوده والاستغلال الاطراف، وايضا لا ننسى حقيقه الخبره وتعاون وجماليه اداء جهاد الحسين اللي حقيقه الثنائي اليوم كانوا هم يعني محور مباراه التعاون، وهم يعني اللي قدموا اللمسات الاضافيه. بالتالي انا ما استطيع الوم احد في اي خطا او اي تقصير، بقدر ما هي احيي نادي التعاون على المجهود الرائع اللي يقدم اليوم، وايضا جماليه كره القدم. حقيقه نادي التعاون اليوم اعطى جماليه واعطى ايضا انطباع لكره القدم وللفرق عموما، انه من يريد ان يلعب كره قدم جميله عليه بالطريقه والاليه اللي سلكها ونهجها نادي التعاون. كابتن طارق هيال، طبعا المباراه اليوم بينت الفروقات الفنيه في تنظيم اللعب للتعاون. التعاون الان هذه ثالث مباراه يفوز، كان في عنق الزجاجه، والان بدا الانسجام في الفريق وبدا اللعب الجميل اللي شاهدناه اليوم. طبعا لا ننسى الدور الكبير اللي قام به الكابتن جهاد في صناعه اللعب وفي المجهود الوافر اللي بيعطيه في الملعب، كان زي القائد داخل الملعب. الصواط اليوم قدم اجمل مباراه الحقيقه، بمهاراته الفرديه، بتسجيله الاهداف، الهدف اللي كان مرسوم بين جهاد وبين الصواط الثالث يعتبر من اجمل الاهداف اللي شفتها كجمله تكتيكيه وكتسجيل للهدف. جوميز اشتغل على التعاون لانه اشتغل وعارف طبيعه التعاون وعارف لعيبه التعاون، وبدا يرجع الانسجام اللي كان مفقود خلال الفتره الماضيه. التكتيكي اللي لعب فيه امام احد ادى مباراه جيده، وكان الفريق بيلعب كوره جميله، ولكن مشكله احد ما عنده انهاء الهجمه اللي بطريقه اللي تساعد. ما في عندهم كمان صناعه لعب، يعني اللعب كله فردي الوحدي. التعاون جهاد بيصنع وبيتحرك وبيسجل وبيساعد على جمال اداء التعاون. فمباراه الحقيقه كانت جميله جدا. نعم. واستمتعنا فيها. نشوف الحالات التحكيميه لمباراه التعاون مع